لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. أهم ذكرياتك إيه في حرب أكتوبر وأنت شاركتي فيها؟ أهم ذكرياتك إيه في حرب أكتوبر؟ لا، ذكرياتي لما حضرتك تقرا الكتاب اللي نزل الأسواق اسمه الكتيبة 26، هتعرف ذكرياتي كلها. اللي كان فيها شهيد أحمد حمدي. إيه؟ اللي كان فيها شهيد الكتيبة 26 كان فيها شهيد أحمد حمدي. ايه السؤال؟ كوميديا حاليا بعافية، ما خبيش عليك، كانت كوميديا موقف، لكننا استجبنا لذوق دول اخرى وسبنا الذوق بتاعنا في الكوميديا. لازم نسترد نفسنا في الكوميديا. ايه النصايح اللي حضرتك بتوجهها عشان الكوميديا ترجع تاني قوية زي زمان؟ ان تكون كوميديا موقف، ما تبقاش كوميديا لفظ او اسفاف او اي حاجة من هذا القبيل. مين الكوميديين الشباب اللي حضرتك بتحب تقعد تتفرج عليهم حاليا؟ كلهم. رأيك ايه في برنامج محمد هنيدي الجديد؟ شفته ازاي؟ محمد ايه؟ رأيك ايه في برنامج محمد هنيدي الجديد؟ لا، ما شفتوش اسمه. هنشوف حضرتك في عمل فني جديد. لا، صعب. ما فيش مشاركة حالية؟ لا 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 لا. يعني احنا مرحلة انتقالية في كل شيء. ايه؟ يحبوا البلد، بس اهم حاجة يحبوا البلد.